نحو أسبوعين مرت على توقف هطول الأمطار بمحافظة المهرة، لكن الآثار التي خلفتها ما زالت قائمة. هنا في حي السادة بمدينة الغيضة لا تزال هذه البحيرة التي شكلتها الأمطار تغطي مساحة واسعة من الحي السكني الذي شهد أكثر الأضرار التي أحدثتها الأمطار في المدينة. هنا خلفي حي السادة، وحسب ما تشاهدون أنه شكل مستنقع كبير الذي قد يشكل خطورة على الأطفال أو ينذر بتفشي الأمراض والأوبئة. انتشار مثل هذه المستنقعات والبرك المائية بفعل الأمطار ومياه السيول لا ينحصر فقط على مدينة الغيضة، بل شمل كل مناطق المحافظة، الأمر الذي بات ينبئ بحدوث كارثة صحية. فهذه التجمعات المائية الراكدة تشكل بيئة خصبة ومحفزة لانتشار البعوض الناقل للملاريا وحمى الظنك. نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة ونتيجة لإعصار اللبان شكلت هناك مصادر لتجمعات المياه على شكل بحيرات كبيرة في الغيضة وجميع مديريات المحافظة. هذه بتكون مصدر رئيسي لتغالق البعوض الناقل لمرض الملاريا وحمى الظنك، وأيضا قلت تصبح أمراض أخرى مثل الكوليرا وغيرها في هذه الأمراض. السلطات بمحافظة المهرة وفي مسعى استباقي طارئ عمدت إلى تنفيذ حملات رش ضبابي لمكافحة البعوض الناقل للمرض، حيث يخشى العاملون في مكافحة الملاريا من موجة جديدة لانتشار المرض وحمى الظنك، في ظل وجود بلاغات عن تسجيل قرابة 200 حالة إصابة بالملاريا في منطقة سيحوت وحدها. قبل الاعصار حالات الملاريا، نحن الان في موسم الانتشار في شهر اكتوبر، كانت الحالات في تزايد كبير جدا خاصه في سيحوت والمسيله وفي الغيضه ايضا، ولكن الان بعد تعرض المحافظه للاعصار وتكوين كثير من المستنقعات من مياه العذبه، فالتوقع سيكون مخيف بالنسبه لانتشار الملاريا وحمى الظنك والخوف من حدوث وفيات واصابات بصوره كبيره جدا. وتعد محافظه المهره ثاني اكثر محافظات البلاد وبائيه بالملاريا بعد الحديده، حيث سجلت مستشفياتها العام الماضي أكثر من 3000 حالة إصابة. معركة كبيرة تخوضها السلطات بمحافظة المهرة ضد ما خلفه الإعصار لوبان، فبيد هي تنفذ عمليات الإغاثة وباليد الأخرى هي تنفذ عمليات مكافحة الأمراض والأوبئة التي قد تنتج عنه. محمد اليزيدي لقناة بلقيس، محافظة المهرة.